ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فلن تجد له وليا مرشدا. الذي لا وزير له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ند له ولا ضد له ولا شبه له ولا شبيه له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا ومقصودنا ومعكوفنا ومحبوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. وقال تعالى في مقام آخر: يا سين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط